كثير من الذين قالوا لي يا محمد خفف أطروحاتك الفكرية والعلمية وانزل إلى الشارع وشوف الواقع، ما هو كله يكمل بعضه، والمدارس والعطاءات والمشاركات الثقافية والتربوية متنوعة. لكن يقول لك يا أخي بما أن في المستمعون كثر نوع وسع، انزل للواقع، ننزل للواقع، تعالوا نتكلم عن بعض مشاكلنا الاجتماعية وظواهر تحتاج أن نسلط عليها الضوء ونقف معها وقفة، نشخص الواقع، يعني نشخص الداء. طيب هل نصرف الدواء؟ صرف الدواء يختلف من واحد لواحد، وكما قلنا مرارا يا جماعة الإعلام لا يحل مشاكل، النصيحة لا تقضي على يعني إشكالية قائمة، إنما يعني تفتح الانتباه، تلفت النظر، تقرع جرس الخطر، تضغط على زر التنبيه، حطوا بالكم يا جماعة في شيء قاعد يصير غلط، أنتم متبهين ولا ماشيين مع التيار؟